هقول لكم بقى على مقادير الشوربه معانا. شوربه العدس بالكينوا عشان احطها على النار دلوقتي الاول. طبعا احنا شوربه العدس يعني طبعا شتويه جدا ومن الحاجات المحبوبه جدا وصحيه جدا مفيده وبتشبع، بس انا عايزه اديها تكه شبع زياده فهزود لها موضوع الكينوا. ناس كتير جدا دلوقتي ابتدت تهتم بموضوع الكينوا لدرجه لسه ما بعت لي مثلا واحده عملت محشي كوسه حشته بالكينوا وبتقول لي طعمه حلو جدا، فهو بديل حلو قوي بدل الرز. ويعني طبعا زي ما قلنا قبل كده ان هو مليان بروتينات فبالتالي بيساعد جدا جدا على الشبع، فده اللي احنا عايزينه الفتره اللي جايه دي. طيب انا اساس بقى معايا هنا، بس عايزين نركز لان احنا اساس الشوربه معانا بيبقى فيها بطاطس، فالبطاطس دي للناس اللي عامله العشر نصايح يشيلوها ويحطوا مكانها الكينوا. للناس اللي مش عايزه تحط كينوا او مش لاقياه يبقى هنحط عادي جدا كله، بس برضو ايه البطاطس نشيلها. لو هيتحط نقطة دسم في الشوربة يبقى نشيل البطاطس، لو هنعملها من غير دسم خالص نسيبها، ساعتها البطاطس مش هتطخن. طيب هقول لكم على المقادير معانا. كوبايتين عدس اصفر، حبة بطاطس متقطعة للناس اللي عاملة اللي مش عاملة العشر نصايح زي ما قلنا تحطها، للناس اللي عاملة العشر نصايح يأكدوا ان ما يكونش معها نقطة زيت او يشيلوها خالص. ومعانا جزرة واحدة متقطعة، لان الجزر والبطاطس الاتنين بيرفعوا سكر الدم لما بيكونوا كتير، لما بيكونوا مسلوقين، فلو احنا راعينا النقطة دي بس هيبقى خلاص الموضوع ايه حلو جدا ومشبع. معانا بصلة متقطعة، حبة طماطم، فصوص ثوم، كزبرة ناشفة، كمون، مية حسب الاحتياج، وبصلة متشوحة تقريبا ربع كوباية او بصلة واحدة يعني. معانا كينوا بقى مستوي خلاص، ده احطه في الاخر خالص عشان مش عايزه اسويه جواه وما بقاش ضامنه ان سواه يبقى مظبوط. هيساعدنا برضو على ان السوا بتاعه هيبقى يعني لما نيجي ناكله هنحس ان في حاجه فهتاخد وقت معانا في الاكل، وده مهم يعني، غير لو شوربه بنشربها على طول بتخلص معانا بسرعه، لكن لو شوربه بناكلها معلقه معلقه وفي حاجه بنمضغ فيها فبتاخد وقت، فده بيساعد برضو جدا على الشبع عن لو حاجه بتتشرب بسرعه. خلاص هنبتدي نعمل ايه؟ كل ده بس هحطه في الحله وبعدين هحطه على النار ما عدا الكينوا، ده اللي مش هحطه دلوقتي خالص على النار. هحط اهو كل حاجة مع بعض، اللي عايز يشوح الاول ممكن، لكن الوصفة الاساسية مش بتتشوح، بيتسلق كله مع بعض. طبعا العدس احنا بس غسلينه كويس جدا، هو اصلا مش بياخد وقت خالص في السوا. حط التوابل اهو كلها، كمون مهم جدا، البصلة، البصلة دي مثلا محتاجة شوية زيت عشان نشوحها، فللي عاملين العشر نصايح احترسوا جدا من البطاطس ومعاها زيت، فأنا مش هحط البطاطس في الوصفة عشان ايه يبقى كده نبقى فهمنا الموضوع ايه، ان احنا البطاطس دي ممكن تتخن لو فيها نقطة زيت معانا. ملح وفلفل وهنظبط بعد كده برضو الطعم. كده كله محطوط معانا، هنحط بس عليه شوية مية علشان ايه يستوي. اخر حاجه خالص هحطها عليه هو الكينوا، لما خلاص لما اكون ضربت كل حاجه ضربتها كويس جدا بمضرب الشوربه، هبتدي بقى احط بعد كده الكينوا اخر حاجه عشان انا عايزه احسه في الاكل، عايزاه يبقى محسوس. بس كده كله يغلي معانا، ودي تبقى احسن شوربه مغذيه بترفع المناعه بتشبع هايلة جدا جدا جدا. طيب عايزين على طول كل يوم يبقى معانا نوع شوربة، كل يوم يبقى نوع معانا لازم في التلاجة، علشان اللي بيروح الشغل ويرجع، لما بنروح الشغل وبنرجع نكون جعانين جدا، لو ما لقيناش حاجة جاهزة في التلاجة بنبتدي ناكل أي كلام، فده بيبقى غلط، فلازم نجهز معانا الأكل. الشوربة بقى أخبارها إيه؟ غلت كويس جدا، بنزود المية حسب الاحتياج طبعا، بنظبط
ملح وفلفل، ريحتها حلوه جدا. شوربة العدس من احلى الحاجات بجد في الشتاء، يعني انا لما في المدرسه الالماني عندنا كده مطبخ كده للمدرسين، ف في هناك كده داده بتعمل بقى حاجات كده وتدلعنا، تدلع المدرسين، فايه فتعمل شوربه العدس والحلبسه، نلاقي نفسنا في الشتاء بقى يا نهار ابيض احلى احساس، لما في البريك بقى نروح رايحين عليها وايه ونشرب شوربه العدس كده في الشتاء كده، وبعدين نكمل بقى نخش ندي الدروس بقى للاطفال، بنبقى في حاله احسن كتير جدا. فكانت مدلعانا الحقيقه جدا يعني، وانا مدلعاهم بصراحه بسكوت الشتوي طبعا المعروف اللي احنا عملناه قبل كده اللي هو بالشوفان. طيب نضرب، في بقى ناس بتلاقوهم بيصفوه، ما تصفوهوش، لان ده الفايده بتاعته كلها في القشور بتاعته والكلام ده كله، فايدته بتبقى حلوه جدا، فاحنا مش عايزين في كده مصفه قديمه، انا يعني كانت جدتي حبيبتي بتستخدمها دايما، فربنا يديها الصحه يا رب. المصفه دي بتصفي وبتشيل القشور كلها، لا خلوها بالقشور، القشور بتاعتها فعلا فايده فايده. فنحط بقى الكينوا المستوي، انا مجربه الشوربه دي مشبعه جدا 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 بسبب بصراحه بسبب الكينوا، ما تاكلوش ابدا مع الشوربه عيش محمص او محمر.